هلا والله، اسعد الله صباحكم يا عم، اسعد صباحكم، اشتقت لكم كثير. اليوم بدي تشوفوا حياتي كيف صارت بعد ستار اكاديمي. حنقضي يوم كامل مع بعض بكل تفاصيله، حتشوفوا كيف ببلش يومي كيف بينتهي. خليكم معي نقضي مشاوير وتشوفوا كيف يومي يمشي. يا سلام عليك يا ارض الخير، بنتي يا اردن والله انك بترابك بهواكي شعبك شجرك وسماكي. طبعا هاي اللايف ستايل اللي انا عايشه حاليا بالفتنس، صار لي 3.5 سنين تقريبا ولا يوم قطعت الجيم. برج الحمل رقم حظي 4، قياس اجري 43 44. بنام على 3 مخدات، 2 تحت راسي و1 بين رجلي. شو بلبس لما بنام؟ ولا اشي. انا حدا بحياته كلها ما حضر فوتبول، بس لما بيجي كاس العالم بشجع فرنسا. عندي تاتوز على جسمي؟ لا، بس قريبا. بغني تحت الدوش، يمكن تعلمت وانا تحت الدوش. طبعا اكثر كلمه بستخدمها يمكن يعني هو يعني. بسمي اول ولد لما اتزوج رافع. اذا عندي قدره اغير اسمي ما بغيره. شهرة واجهتها الفترة الأولى من لما طلعت من ستار أكاديمي، كان كتير العين علي وكنت كتير مهووس بهذا الموضوع، إنه أنا مش لازم أبين بهاي الصورة، مش لازم أطلع في هذا المكان، مش لازم الناس يشوفوني. بعدين كسرت كل هاي القواعد، صرت أروح كل مكان وأعمل كل شيء بدون ما أحسب حساب ولا حدا، لأنه هاي حياتي، مش هخلي العالم يحكي لي كيف أعيش. كيف بتصرف لما بيجيني تعليق مش حلو على السوشيال ميديا؟ بتركه، حتى ما برد ولا بشطب ولا بتضايق. مش فوبيا، بس هي مشكلة بواجهها مع البصل. صار لي 24 سنة ما أكلت بصل. أغنية سمعتها مؤخراً وتمنى تكون إلي، Love Yourself Justin Bieber. ألعاب بحتفظ فيهم من طفولتي طبعاً عندي، وعندي التخت اللي كنت أنام عليه، تخت البيبي اللي كنت أنام عليه. كيف بحب البيض؟ كرتونتين يعني 30 بيضة بالشهر. هم بياكلوا 4، أنا باكل الباقي. أنا باكل البيض كل يوم بشكل شرهي جدا. أنا حدا كتير بحب البيض وبسويه بكل أشكاله وباكله كيف ما يكون. وبشوارع عمان عندي ذكرى بكل مكان مع كل بيت وكل إنسان، ذكرى ما رح أنساها. أنا كتير أكتب على سناب شات، بخبر دائما الفانز أو حدا بيسألني، يعني الناس اللي عاملين لي فولو دائما بيسألوني شو نعمل، كيف نتدرب، شو ناكل، شو ما ناكل، وبجاوب الكل. فهلا بحط لكم السوشيال ميديا تبعوني عشان تبعوني، وبكملكم قصة الجيم وليش أنا لهالدرجة اهتميت وليش وكيف وصلت للنتيجة هاي. مين؟ مرحبا. أهلاً. يا الصدفة حبيبي. تفضل. أنت أمام الكاميرات. أهلاً. مرحبا. بكوري يا حبيبي. هذا ابن أختي. بالمناسبة أنا خال ل 21 إنسان. هذا أصغرهم. شو بكوري يا حبيبي؟ حبيبي. هذا حبيب خاله. طبعاً أحلى كذبة بالعالم بيحكوا لي إنه بشبهني قال. طبعا يا جماعه انس اخوي تزوج من 5 ايام تقريبا من هلا، من يوميتها وانا يعني ولا بعرف اقعد بدونه. انس اصغر مني بسنه وفعليا انا وياه مثل التوينز يعني، فمش قادر استوعب ابدا انه طالع من البيت خلص يعني، مش ضابطه معي يعني. فكل يوم بختلع لي مشوار بروح واخده وبهرب فيه. فهلا
خطر على بالي نطلع مشوار بس شوي بعيد وبدي ارن اشوفه بالبيت ونسرقه من 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 مرته. دقيقة شوي. رافع يا حبيبي. ايش يابا؟ الله يا اخوي. شو اخبارك؟ تمام يا قلبي. شو عامل؟ بالدور والله قاعد. مرتك بالشغل؟ يا حبيبي. الله. طيب اسمع، جاهز انت؟ جاهز؟ لابس؟ يعني اه. كان طالع اه. اسمع، بدي اجي اخذك مشوار. خلص شو بدك بعدين تعرف. اسمع البس شورت وهيك واشياء ما تشوف فيها. طبعا يا جماعه انا بعرف انا اسم شوي بخاف، ما بعرف يعني هذا اللي بعرفه عنه يعني، فبدي اخذه مكان شوي بخوف. هلا انا وياكم نشوف مع بعض والله يستر. مش بخوف هو الموضوع بس يعني خطير فوق ما تصور. نشوف مع بعض هلا شو بده يصير. هي وصلنا احنا. ما عندي مشكل ضيق يعرف اني بحبك، ما عندي مشكل خيك يلمحني وانا حديك، ما عندي مشكل ضيق يعرف اني بحبك. مرحبا برو. ما عندي مشكل. صباحك. صباحك حبيبي. شو يابا؟ شو؟ وين؟ شو تسوي؟ انا شو بسوي؟ انت شو بتسوي؟ شو كان بتسوي؟ زهقان في الدار. قاعد بشرب قهوه. رن علي بقول لي وينك تعال اشرب قهوه. بس خلصت شغل من. ما يعطيك العافية. صدر ربك. شو؟ شو؟ وين رايحين؟ شو؟ وين؟ كان بعيد. اسمع أنا بحبش أفلامك ومشاويرك، بحبش تخطط لأي شيء أنا. جد. شو؟ لا والله ما في شيء، طرينا عجلون. عجلون؟ اسمع قبل فترة سامح حكى لي عن مكان فيه زبلاينر وفيه تسلق ومش تسلق وكذا. حلو. كثير كان نفسي اعمل هذا الشيء انا وياك قبل ما تتجوز. يا اخوي خلص تجوزنا في نسوان؟ ياه بس مليان يا زلمه. على يوم يابا. يلا روح روح روح. يلا لو شو ما صار انا عقلي فيك طار ما رح قلك انا شو بغار لو رجعي على خاني مجنون ناظريني بهالا عيون. طبعا انا ولا انت بنعرف المكان يا جماعه. مخيم رسون السياحي بمدينة عجلون، احنا عمرنا ما فتناها بس من كتر ما سمعت عنه حبيت اخذ انس ونجرب التجربه هي مع بعض. في كثير اكتيفيتيز جوا حنعملها مع بعض ويعني حننجن شوي مع بعض، فتعالوا نشوف شو في جوا. يلا يا جماعه وصلنا مخيم راسون السياحي مع فريق ادرينالين، حنعمل اكثر من مغامره اليوم وابو دغدغ حيعرفنا هسه ايش بدنا نعمل بالضبط. اهلا وسهلا. حياك الله. فخلينا نحكي هسه بنبدا المغامره. يلا بننزل كابتن امامك وبنشوف كيف الاجراءات اللي بنزلها. اوكي. بسبيل انه الان بس يكمل تحت نجهزك ونقول لك على بركه الله. وان لا يغركوا يعني محمد عنده عضلات وهيك يعني وكثير الشاب البادي بيلدينج، بس هسه بورجيكوا الكرش هذا شو بده يساوي. انا عندي اير باج الحمد لله رب العالمين، يعني ممكن يعني واقي صدمات من اي شيء حتى لو وقعت ما بصير فيه شيء، هو لو وقع هسه بتكسر. هسه نشوف. انا ابني بترن قاعد كيف شيء؟ مالك شيء؟ ايش عني؟ بدي هسه بنشوف. يلا ما تصير تعيط يا اخوي ان شاء الله. نهائيا محمد
ومن الجبل نرمي لك حالي، ومن الجبل نرمي لك حالي، ومن الجبل يا شو جرب. اسمع جربها انس، انس جربها. جود وزنك وزنك لورا. ايوه شد ركبك يلا اوكي رخ الحبل. لا ركبك خصري 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 يلا على السريع على السريع. اه ايدك بديع شبك. انا يلا السلام عليكم. يلا اوكي ارخي حبيبي ارخي. بسم الله. طلع 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 محمد طلع المصور تاع بس هيك. رافع ياو حلوة 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 بديش اروح. انتوا كمان هون يا جماعه. صار وقت اورجيكم شو بشتغل انا، شو طبيعه عملي، وين بقضي اكثر وقتي. المكان اللي يعني this is my zone غير الجيم، انا بقضي اكثر وقتي هون. تعال شوف. تعالوا اعرفكم بوب. بوب صديق عمري وصديق طفولتي وصديق المدرسه. حبيبي اشتغلنا بالبرودكشن مع بعض ولساتنا مع بعض ان شاء الله. حبيبي احنا في الاستوديو بيسكلي. هذا اللونج تبع الاستوديو، وهون يعني بحب اقضي وقت كثير. هون بيطلع معي الحان، بيطلع معي كلام، بيطلع معي يعني بحب خلص يعني حلو الواحد يركز بشغله. فعلياً أنا ما بشتغل ولا إشي إلا أني بكتب وبلحن وبغني. تفرغت تماماً للموسيقى وحضر أن أتفرغ لها طول عمري عشان أضل مركز وعشان أضل في المقدمة إن شاء الله. وتعالوا هيك أطلعكم على الاستوديو. فسأل أي روحي معي الكد لعندك لعندك إلك لسألني قلبي شو بدك إلك أخذني أخذني لحضنك إلك حبك أنا طبعاً بحبك. أنا زي ما بتعرفوا هي كلامي بلحني، بس هي قصتها أطول من هيك، بأنه هي أول أغنية كتبتها في حياتي، أول أغنية كتبتها ولحنتها في حياتي، وبالنسبة لي أحلاهم يعني لهلا. أكيد كمان شوارع عمان كتبتها ولحنتها، ما عندي مشكل، وكتير غير هالقصة لسه ما نزلوا عم يتحضروا لقدام، في منهم إلي وفي منهم لفنانين تانيين زي ما فهمتكم. هيدا أنا فعليا. انا حاليا مش موقع مع شركه انتاج، والاوفرات اللي تقدمت لي من كم شركه ما ناسبتني، بس هي هاي الفكره. بالنسبه لي الحاجه ام الاختراع، يعني انه ما في دعم عم بضطر يعني اصرف على حالي او على شغلي. فكتير علمني هذا الشيء، كتير علمني انه اشتغل شغلي لحالي، كتير علمني
اضطريت اتعلم التلحين، تعلمت الحن، تعلمت اكتب، تعلمت عمل مونتاج، عمل كالورينج، اضطريت يعني في اكثر من كليب اخرجته انا. يعني اشي غير لي مسار حياتي اكيد ستار اكاديمي. يعني كنت بغني قبله وكان عندي اغنية من قبله اللي هي بحبك انا، وانسمعت على الراديو وصار في فان بيج وكذا، بس موضوع مختلف تماما. بس طلعت من ستار اكاديمي يعني رجعت على الاردن لقيت حالي ستار، يعني جمهور استنى فيه بالمطار فاكيد هذا الموضوع يعني هاي المرحله مستحيل انساها في حياتي. كثير صارت لي شغلات بعد ستار اكاديمي، اكثر واحدة فخور فيها مشاركتي بمهرجان جرش هون بالاردن. يعني بالنسبه لي عندي درع بالبيت، نجوى كرم عندها، جورج يوسف عندها، وعندي انا. يعني ليترلي احلى فيو في عمان موجود هون. وين؟ تعالوا نروح عليه هسه. في فيو هون تعرفه انت؟ شيء خرافي. راح تنصدم مطلع على ايش؟ يعني انا شايف اكثر من هيك طل اللي قدامنا. لا 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 لا, لا, لا حضيف عليها شغله هسه مش معقول. حلو 100% انا ما عندي مشاكل ونشوف كل الفيوز اللي طبعا هاد اكبر عالم في الاردن او اعلى يعني من اعلى الاعلام يعني هون. انا نسيت احكي لكم ليش جايين هون اليوم. احنا هون بدعوه من وزاره السياحه، بوجه لهم شكر كثير كبير لدعوتهم اليوم. بالاردن اليوم يوم السياحه الاردني، تمام؟ هذا اليوم الكل بيطلع على اماكن سياحيه، فجتني دعوه منهم اني افرجي معلم سياحي من الاردن، وبكونوا الكاميرا معي اخذتكم معي اليوم. فاحنا هون بجبل القلعه لهذا السبب وبس. يلا يلا تعال اسامه تعال. اوكي تعال انا اسمع الاماكن العاليه. لا تمسك شيء. يلا محمد ايوه امسك لي الاماكن العاليه بخاف منها. يلا طبعا يا جماعه اكثر حد بخاف بالعالم. لا انا بخافش بس بمزح معاكم مزحي خاصه. دقيقه شوي يلا خلينا نسوي كيف دقيقه شوي دقيقه. هو مش سيلفي، هو سيلفي فيديو. احلى فيو بالعالم. لا طبعا المدرج الروماني ورانا واتوقع في اكتيفيتي هلا عم بتصير. فكثير الفيو خرافي. هذا وسط البلد داون تاون اوكي، والمدرج الروماني وهذا احلى مطل بالعالم. ماشي يسعد ربه من المطل. كثير الاردن بتجنن وحلوه. الله وانت اللي بتجنن وحلوه لما بدك توقع هسه. تمام خلص هيك تمام. ايوه بتعرف توقف هون؟ لا انا اكثر يعني اكثر من هون ما راح اقدر افيدك يا محمد. متاكد؟ لا متاكد ما راح اقدر افيدك. مساء الخير عليكم جميعا، الله يسعد مساكم، كيف حالكم؟ كويسين؟ اول اشي يعني بدي هيك اسمع الاجواء كيف راح تكون معنا وقديش مستعدين وقديش مبسوطين معنا. بدي اسمع زكفة قوية 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 قوية. الله عليكم. ايوه ما بدي اطول عليكم اكثر، بدي مع بعض نرحب بزكفه قويه قويه بنجم ستار اكاديمي الفنان محمد رافع. يا براكن العالي عبد الله الثاني، يا براكن العالي غالي والله غالي وشعبك يحبك غالي والله غالي. يا براكن العالي عبد الله الثاني، يا براكن العالي غالي والله غالي وشعبك يحبك غالي والله غالي. اسمع عبد وعبد الله راعي الهادلة يا وطننا زخرتي له يا اردنيا. يلا صراحة بيني وبينك سندويشة الشاورما تهضمت. تهضمت معك؟ انا عندي حل على فكرة. شو الحل؟ تعطيها كنافة. كنافة؟ يلا على البلد. هاي. حبيبة. يلا. يلا؟ يلا. يلا على البلد. اوكي.
طبعاً يعني من الشغلات المهمة كمان بالسياحة في الأردن. أيوة. نحكي عن السياحة في الأردن إنه أنت ممنوع تدخل الداون تاون هون بدون ما تأكل كنافة. بدون ما تأكل كنافة أو حمص أساسي وفول. أساسي. آه أساسي إنك تأكل كنافة. فلا راح نروح نضرب ثلاث صحون كنافة كيف كيفك أبو رافع. بطل يا رفع كل واحد. محمد يعني انا يعني يا صاحبي عادي ابيعك على صحن كنافه ما في مشاكل. وين كمان كم الساعه يا اخوان؟ الساعه تقريبا محمد يعني 9:15. وش عملت شغلات اليوم؟ ما بدي احكي لك. لا كثير على كل حال انا صار لازم امشي. انتوا معي باي. وهيك خلص يومي معاكم وبتمنى كثير تكونوا انبسطتوا بالجوله اللي لففتكم اياها. راح اشتغل لكم كثير وحتشوفوني كثير اذا تواصلتوا معي على السوشيال ميديا زي ما حتشوفوا هلا. حكون كثير مبسوط بالتواصل معكم. بموت عليكم. يسعد ربكم. I'm gonna